لا توجد بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات، قانون الانتخابات فيه كثير من العوار، النظام الانتخابي فيه كثير من العوار، قانون تقسيم الدوائر لا نعلم كيف سيخرج هذا القانون وهل سيتنافى ملاحظات المحكمة الدستورية أم لا. هناك عوامل أخرى لابد من وجودها في إجراء انتخابات حرة نزيهة. العامل الأول أن يكون قانون الانتخابات قانونا عادلا، أن يكون قانون تقسيم الدوائر قانون عادل، كذلك أن يكون النظام الانتخابي نظام يسمح بدور أقوى للأحزاب كما نص الدستور على ذلك، ويمنع سيطرة رجال المال والعصبيات والقبلية وأعمال البلطجة. الحاجة المهمة جدا أن تكون هناك بيئة صديقة لإجراء الانتخابات، وده بيئة اجتماعية واقتصادية وسياسية، وأنا أعتقد في هذا المجال لا يتوفر إلا الضمانة الوحيدة هي الإشراف القضائي الكامل.